السلام عليكم، كيف الحال؟ بهذا الفيديو بدي احكي لكم عن 5 نقاط ضعف موجودة عندك، وهاي النقاط بيستغلها النرجسي عشان يتلاعب فيك ويتحكم فيك. وطبعا في نهاية الفيديو بدي ادلكم على فيديو اخر من خلاله بتقدروا تعالجوا موضوع الثقة بالنفس وترفعوا ثقتكم بنفسكم بشكل اكبر، لانه بالتأكيد طول ما انت بالعلاقة مع الشخصية النرجسية ثقتك بنفسك معدومة وتدمرت بشكل كامل. معكم خليل يوسف، دعموني باللايك والاشتراك في القناة وخلينا نبلش. السبب الأول واللي هو أنه أنت ما بتعرف حالك. يعني أنا لما أجي أسألك سؤال أنه أنت يا فلان شو بتعرف عن حالك؟ يعني شو بتعرف عن طبيعة شخصيتك؟ شو هي الأشياء اللي بتحبها؟ وشو هي الأشياء اللي بتكرهها؟ شو هو الأشياء المسموحة بالنسبة لإلك؟ وشو هي الأشياء المرفوضة بالنسبة لإلك؟ من الممكن تيجي تحكي لي جواب سطحي جدا وما بدل على انه انت بتعرف نفسك بشكل عميق، او من الممكن تيجي تعطيني جواب مبني على رأي الاب او الام، لانه الاب والام كانوا هم يبنوا لك شخصيتك حسب ما هم بدهم مش حسب شخصيتك الحقيقية والاشياء اللي انت بتحبها او ما بتحبها. ونتيجة لذلك النرجسي بيلاحظ هذا الاشي وبيحاول يبني لك معايير جديدة بتخدم شخصيته وبتخدم اهدافه الشخصية، بحيث هو راح يعلمك شو هي الأشياء المقبولة وشو هي الأشياء المرفوضة بالنسبة لإله بعيدا عن شخصيتك، وراح يعلمك كيف تتعامل مع تصرفاته المؤذية وخياناته المتكررة والإساءات اللي هو بيحكي لك إياها، وطبعا بعيدا عن الأشياء اللي انت بتحسها وبتشعرها. وهذا الإشي طبعا بمكنه انه يكون هو القائد بالنسبة لإلك وانت تصير تابع بالنسبة لإله. ومع الأسف الشديد في بعض الأشخاص بس تطلع من العلاقات مع الشخصية النرجسية راح تلاحظ انه هي تايهة ضايعة مش عارفة تتخذ القرارات في حياتها. ليش؟ لأنه هي كانت معتمدة على النرجسي في اتخاذ القرارات، معتمدة على النرجسي بأنه يحكي لها في أشياء مرفوضة أو أشياء مسموحة. هي غير مبرمجة على الاعتماد على ذاتها، دائما كانت مبرمجة من هي وصغيرة على أنها تكون تابعة بالنسبة للأشخاص الآخرين. النقطة الثانية واللي هي أنه أنت مش متقبل عيوبك. خلينا نتفق أول إشي أنه كل الناس على وجه الكرة الأرضية عندهم عيوب معينة، سواء في الشكل، في الشخصية، في طريقة التعامل مع الأشخاص الآخرين وما إلى آخره. والشخصية القوية في هاي الحالة بتكون مكتشفة عيوبها ومتقبليتها، بينما الشخص اللي بيكون عنده شك في الذات بيكونوا مش متقبلين العيوب الموجودة عندهم. وطبعا النرجسي راح يستغل هاي النقطة بحيث في بداية العلاقة راح يوضح لك انه انا متقبلك مثل ما انت، وانا حابك وحاب العيوب الموجودة عندك، وانه هاي الاشياء عادية. وبنفس الوقت انت بتكون بتحكي مع حالك يا الله ما احسن هذا الشخص، على الرغم من انه انا مش متقبل حالي هذا الشخص متقبلني. لكن بتكتشف بعد فترة زمنية معينة انه النرجسي راح يبدأ باستهداف هاي النقاط الضعف الموجودة عندك، راح يبدأ بالتقليل من قيمتك ويبدأ كمان بانتقادك، يحكي لك يا زلمة منيح اللي انا متحملك، مين اللي تحملك قبلي اصلا، مين اللي حبك، شوف اسلوبك قديش بيخزي، او اطلع على منظرك وكيف شكلك اصلا. وطبعا انت هون بدل ما تحط له حدود شخصية قوية وتحكي له لو سمحت احترم حالك، واذا انت مش عاجبك الموضوع ليش اصلا ارتبطت فيي، وعجبك عجبك ما عجبك توكل على الله، لا انت شو بتروح تعمل، بتصير تدافع عن حالك وبتحاول انك ترضيه وتحكي له مشان الله بس تقبلني ما عليك، وان شاء الله انا راح احاول اضبط حالي، وراح تحاول كمان انك تبذل مجهود اكبر عشان تستعيده او عشان تخليه يتقبلك مثل ما كان متقبلك من اول. طبعا كل هذا الاشي لانه انت مش متقبل حالك، وكمان لانه انت مش عارف مين انت بشكل عميق مثل ما حكيت في النقطة الاولى. وطبعا حل هاي المشكلة انك تبدأ باكتشاف ذاتك وتبدأ باكتشاف العيوب الموجودة عندك وتحاول تعالج هاي العيوب. وفي حال انت ما قدرت تعالج كل اشي لانه بالنهاية انت انسان والانسان دائما مش كامل، من الضروري انك تتقبل هاي العيوب، ولما تتقبلها ما راح يقدر اي شخص في العالم انه يستهدف العيوب الموجودة عندك ويحاول انه يشككك في ذاتك. ليش؟ لانه راح تيجي تحكي له انا بعرف انه هذا الاشي موجود عندي وانا متقبله، فمشكلتك اذا انت مش متقبله او لا. النقطة الثالثة واللي هي عدم الاستحقاق. كثير بلاحظ من الاشخاص اللي بفوتوا بعلاقات مع شخصية نرجسية انه النرجسي ما بيبذل اي مجهود عشان يحافظ على العلاقة، بالعكس هو بيعطيهم فتات، بيحكي معهم مثلا مرة بالاسبوع ومن خلال هاي المرة بخليهم يتعلقوا فيه، او بتواصل معهم بس عن طريق المسجات مرحبا كيفك او صباح الخير ومساء الخير، ولما هو بده اشي معين منهم بيتواصل معهم بشكل جيد. وطبعا هذا الاشي بدل على مشكلة كثير كبيرة موجودة عندك واللي هي
عدم الاستحقاق، لانه انت يعني قابل بالفتات، انت بتقبل بفتات الاهتمام والحب والعاطفه بس عشان تحافظ على هذا الشخص، وبدل ما انت تنهي العلاقه وترفض هذا الاهتمام البسيط جدا، لا انت بتتمسك فيه بشكل اكبر وبتحكي لحالك يعني انا وين بدي الاقي شخص يهتم فيي مثل هيك اهتمام، بتعتبر انه هذا الاهتمام بالنسبه لك كثير كبير على الرغم من انه هو معطيك فتات، ومن الممكن كمان هو متعدد العلاقات كمان. وغير هيك بس النرجسي يكتشف هاي المشكلة الموجودة عندك، هون هو بينبسط. بتعرف ليش هو راح ينبسط؟ لأنه بيعرف إنه ممكن يعطيك اهتمام بسيط جدا، ويقدر من خلال هذا الاهتمام البسيط جدا يعلقك ويحطك على رف الاعتياط، وهذا الاشي بيسمح له بيعطيه وقت إنه يتعرف على أشخاص آخرين ويقدر يفوت معاهم بعلاقات معينة ويستغلهم، وإنت لساتك موجود حتى لو غاب عنك شهر ولا شهرين، إنت لساتك موجود ومضمون، وفوق كل هيك لسه بتفكر كمان فيه. رابع نقطة ضعف واللي هي إنه حدودك الشخصية ضعيفة جدا، بحيث النرجسي أول ما يفوت معاك في علاقة راح يبدأ باختبار حدودك الشخصية، راح يشوف هل هي حدودك قوية ولا ضعيفة، وإذا شاف إنه حدودك الشخصية قوية وما قدر يطلع معاك براس فهو راح يسحب عليك وراح يحاول يبحث على ضحية أخرى عشان يفوت معها بعلاقة ويحاول يستغلها بشكل أكبر. بينما إذا لاحظ عليك إنه حدودك الشخصية مزعزعة أو ضعيفة ومعدومة، فبالتالي هو راح يتشبث فيك وراح يحاول يستغلك بشكل أكبر، وطبعا هو راح يختبرها بشكل تدريجي خصوصا في بداية العلاقة. بالبداية راح يبدأ مثلا يختبر قديش بهمك وقتك الخاص، وقديش ممكن انت تتخلى عن وقتك الخاص عشان هو، عشان تحكي معاه، عشان تقدم له الخدمات، عشان مثلا تتخلى عن عائلتك وتتواصل معه. من الممكن كمان يختبر حدودك الشخصية من ناحية تقبلك للإهانات والتقليل من أهميتك بشكل عام، وطبعا من أهم الأشياء اللي مفروض انت تبنيها وتقويها بشخصيتك اللي هي الحدود الشخصية، لانه من خلالها بتقدر توقف اي شخصية سامة من التلاعب فيك. وطبعا الحدود الشخصية عملت عنها فيديو كامل ان شاء الله يعني بحط لكم اياه في شاشة النهاية. النقطة الخامسة واللي هي انه انت بتعاني من عقد نفسية معينة، وهاي العقد بيستغلها النرجسي عشان يقدر يتحكم فيك بشكل كثير كبير. على سبيل المثال انت بتعاني من عقدة الخضوع، انت ما بتقدر تواجه، انت دائما بتكون تابع للاشخاص الاخرين، دائما الناس بتتنمر عليك وما بتقدر تواجههم وتحكي لهم مثلا وقف عند حدك. ليش؟ لانه انت عندك الخضوع، وهاي العقدة بتكون تكونت عندك نتيجة التربية الخاطئة او نتيجة التنمر في المدرسة او نتيجة يعني اشياء كثيرة حصلت في حياتك الماضية. وطبعا احنا بنقدر نحدد هذا الاشي اللي صار معك من خلال التفاصيل اللي انت ممكن تتكلم عنها او تحكيها انت بينك وبين نفسك. والعقدة الثانية اللي ممكن تكون موجودة عندك واللي هي الحب المشروط، انت تعرضت لحب مشروط من الطفولة، انه اذا انت بدك حب فمن المفروض انك تقدم اشياء معينة، مفروض انك مثلا تقدم المال، تقدم الجنس، تقدم مثلا خدمات معينة، المفروض انك تتنازل عن حقوقك، المفروض انك تتقبل خياناتي اللي انا بخونك اياها. فلما النرجسي يكتشف انه عندك عقد نفسية كثير كبيرة، هو راح يستغلهم عقدة وراح يبدأ بالتلاعب فيك، ومن الممكن كمان يلعب دور الضحية عشان انت تقدم له شغلات معينة بحيث انه هو يعطيك الحب المشروط. وحاليا وصلنا الى اهم نقطة في هذا الفيديو. من الممكن انت تيجي تحكي لي انا ثقتي بنفسي تدمرت من خلال العلاقة اللي كنت فيها مع الشخصية السامة، وفعليا مش قادر اتعرف على نفسي بشكل اكبر ولا عارف كمان يعني ابني حدود شخصية. فهون انا راح احكي لك انه انا عملت لك فيديو كامل من خلاله بتقدر ترجع تبني ثقتك بنفسك، وهذا الفيديو راح احط لكم اياه في شاشة النهاية، من الضروري انكم تحضروه عشان تقدروا تتخلصوا من الاشياء اللي ذكرتها خلال هذا الفيديو، او عشان تساعدكم كخطوة اولى في التعرف على نفسكم.